try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو جديد. في هذا لا فيديو غندخلوا واحد البارتي جديده اللي هي البارتي رقم 4 وهي صوره مجال. متفقين صوره مجال، ولكن قبل ما ندخل صوره مجال ندير واحد التذكير بالنسبه للاستحقاق. علاش؟ لان صوره مجال يعني الاساسي ديالها هو الاستحقاق. مفهوم اننا هو تنحتاجوا منه الرتابه باش نعرفوا واش الداله التزايديه او التناقصيه، وبطبيعه الحال ما عندكمش هروب من شي حاجه سميتها لا ليميت لانها تابعكم. اول حاجه نبداو بالاستحقاق. تذكر بالاستحقاق، فالاستحقاق شفتوه في الاولى بكالوريا وباقي تابعكم في الثانية بكالوريا، ومازال عاوتاني نشوفوه في الدرس الثاني. والاستحقاق راه مهم بزاف، بحال لا ليميت، بحال الدي دو اف. الثلاثه راه مهمين، ما عندكمش منها هروب، يعني خصكم تعلموا ليها. اول حاجه قلنا نديرو تذكير بالاستحقاق، نديرو واحد التذكير اللي هو خفيف ظريف، نديرو امثله باش الفيديو الجاي ندخلو لصوره مجال باش نفهمو ونديرو فيه التمارين مكثفه ومختلفه. ندوع على بركة الله، ندير واحد طويبلو اللي هو صغير. هذا هو الطابلو بصفة عامة. إذا كانت عندك واحد دالة F وباغي نديرو لها الصغاق، يعني F بريم. طافقين F بريم راه هو الصغاق الأول، شوف شرطة يعني الصغاق الأول. نبداو بأول حاجة، نبداو بواحد العدد A ينتمي إلى R. مثلا الصغاق ديالو 1 2 3 4 3 بيم، فهمتي؟ اي عدد ينتمي الى ار في الاستحقاق تاعو هو صفر. سوينات الاستحقاق تاع العدد يساوي صفر. نعطي امثله، نجي من داك امثله. مثلا الاستحقاق ديال واحد زيرو، الاستحقاق تاع زيرو زيرو، الاستحقاق تاع زيرو يساوي زيرو، جذر ثلاثه زيرو، بي هو 3.14 زيرو. متفقين؟ مثلا جذر سته زيرو، ناقص 4 0. اي عدد ينتمي الى R 0. هذه هي بالنسبه الاولى خاص كلشي يعرفها. الثاني اللي خاص كلشي يعرفها هو الاستحقاق تاع الثابت x بوحدو. الاستحقاق تاعو هو 1. متفقين؟ يعني x بوحدو هو 1. من تجي مع هذا تيجي الاستحقاق تاع ax، مع العلم ان ا ينتمي الى ار، يعني عباره على عدد. ملي تكون عندي اشتقاق تاع اكس، دائما من تكون عندك الضرب عدد حقيقي مضروب في واحد التعبير، هذاك العدد ما تلمسوش. متفقين؟ ما تلمسوش، ما تنديرش ليه اشتقاق. امتى تندير ليه اشتقاق؟ ملي تكون بوحدو. متفقين؟ ماشي ملي تكون مضروب في واحد التعبير، سواء اكس سواء اكس او كاري او داله بصفه عامه، تنخرجو من الاشتقاق. يعني هادي نورمالمون اش تساوي ليا باش انتقو هادشي مزيان، ندير بحال هكا باش تفهمو ليا هادشي. نورمالمون هادا اش تساوي؟ هادي ماذا تساوي؟ يعني بما ان ا ثابت ينتمي الى ا، غنخرجو من الاشتقاق وندير غير اكس بريم. متفقين؟ يعني اكس بريم راه معروف هو شحال، هو واحد. واحد مضروبه في ا تتعطينا هي ا مباشرة. نعطي امثله باش تبان الامور اوضح. عندنا 3 اكس مثلا، الاشتقاق تاعها هو 3، لان الثابت ما بقاوش نديرو ليه هنا القضيه غير شرحت بها لانها نحتاجوها مستقبلا. الاشتقاق تاع 3 اكس بحال خرجنا 3 لانه ثابت، لانه عندك هنا الضرب. الاشتقاق تاع اكس هو 1، وبالتالي 3 في 1 اللي هي 3. مثلا جذر 3 في اكس، عفوا جذر 3 في اكس بخيم تساوي جذر 3. متفقين؟ ناخذ مثلا اي حاجه، ناقص مثلا 60 اكس بريم غتساوي ناقص 60، يعني اكس بحال تطير تبقى لنا غير العدد. مثلا 3 على 2 اكس مثلا، شنو هو؟ غتعطيني 3 على 2، دائما غتعطيني هو هذاك العدد، يعني مفهوم الفكره ديال هذا. دابا ندوزو الوحده اللي هي مهمه، هو ملي تكون عندك اكس اس ان. متفقين؟ اكس اس ان سهلة ديما، يعني تكون عندك واحد ثابت، واحد مجهول، وفوق منه واحد الاس، يعني يكون جوج ثلاثة أربعة، يكون كما بغا يكون. اش نديرو ليه في هاد القضية؟ تنشدو ان، تنزلو الأرض متبقاش طالع الفوق. متفقين؟ تنزل الأرض وتنشدو اكس، تنقصو منها درجة، ان تنقصو منها واحد.
نعطو امثله باش تبان الامور واضحه اكثر. مثلا ناخذ مثلا اكس او كاري، اكس او كاري بريم، بالنسبه شكون هو داك الاس اللي مرفوع لفوق؟ هو جوج. هنهبطو لتحت، ها هو فاش نضربو وتنشد من الاس اوتوماتيكمون تنقص من الدرجه. يعني عندك جوج نقص منها واحد، عندك ثلاثه نقص منها واحد، عندك اربعه نقص منها واحد، عندك عشرين نقص منها واحد. مفهوم الفكره؟ يعني مباشره تنشد اكس، تنشد جوج، تنقص منها واحد، هنا تبقى هي جوج اكس، لان نورمالمون تبقى هي اكس اس واحد، لان اثنان ناقص واحد تساوي واحد، واكس اس واحد تساوي اكس. متفقين؟ تولي لي هي جوج اكس. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. مثلا ناخذ مثلا اكس اس 3 بريم، بريم او لا ديريفي او لا اشتقاق، بحال بحال، او لا شرطه، ماشي مشكل. دائما تشوف هذا الرمز تعني ا وحده تعني الشقاق الاول، اللي نعرفوا ان شاء الله في الشقاق وتطبيقاته اللي هو الفقره الثانيه في الدوره الاولى. هنا ثلاثه كاين الفوق نزلوا لتحت، ها هو ونشد ثلاثه ونقص منها درجه جوج، بحال تنزلوا هذا هنا ونشدوا هذا نقصموا درجه، الامر بسيط. مثلا اكس اس 4، ها غنشد هاد الشقاق هنا الزاده ونشد 4 نقص منها 3 ونحطها الفوق، بسيطه. اخويا ناخذ اي حاجه، مثلا اكس اس 80، واو كي تشوف شي عدد كبير تتخلع، صافي نزل 80، 80 نقص منها درجه تعطينا هي 79، يعني تولي اكس اس 79. يعني الفكره سهله مهله، متفقين؟ ندوزو، درنا واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة ماشي خمسة، خمسة اش تقول لي؟ عندنا نفس الفكرة ديال هادي، تدخل تتكون واحد أ لاصقة حدا إكس، حدا إكس أس إن، هي أ في إكس أس إن، مع العلم أن داك أ، مع العلم أن أ يعني عبارة على عدد ينتمي إلى آخ. اش ندير؟ اش تولي؟ بما ان اثابت تنخرجوا على برا، كما درت هذه اللعبه، الثوابت من تكون مضروبين تنخرجهم على برا، من تكون ترونكيل بوحدهم ولا قسمه ولا شي حاجه تنخليهم ترونكيل، حنا نعرفوا هذيك الحالات كاملين. غنخرج غنخرج على برا، يعني بحال تبقى عندي، بحال تولي عندي، نقص واحد شويه هنا، تساوي لي هي ا فاش في اكس اس ان بريم. متفقين؟ هو دابا عارف اكس اس ان بريم اش تساوي، هي ان في اكس اس ان ناقص واحد، غير نشد هاد ان ونضربها في ا، غتولي هي ا في ان في اكس اس ان ناقص واحد. متفقين؟ نجيو نديرو شي امثله باش توضح لكم الامور اكثر، يعني ساهل، ما كاينش شي حاجه اللي هي بزاف تدخل على الشقاق، الشقاق ساهل كما لاحظتوا. نعطي شي اكزومبل، مثلا 3 اكس او كار، لاحظوا معايا اللقطه، ثلاثة ثابت نخليه ترونك إلى هو، هذا نطبق على نفس اللقطة اللي استعملنا هنا، غنشد الأس غنزلو لتحت، ها هي جوج، وغنشد جوج ونقص منها درجة تعطيك واحد، وإكس أس واحد اللي هو إكس، يعني بلا ما نبين واحد، من بعد تولي عندك ثلاثة مضروبة بجوج اللي هي ستة إكس، يعني التعبير يساوي ستة إكس. نعطي شي مثال آخر، ولكن أنا نعطي لكم طريقة سهلة، بحال هنا، ما قلتش لكم مابقاوش تنزلو وتنقصو من هذا درجة، شدوا هذا العدد حطوه هنا وفي راسكم تنقص درجة وحطوه هنا. فهم يعني بلا ما تبقاو يعني باش عقلكم يجي ساهله. عندنا سيدي مثلا ناخذ 4 اكس اس 3، شوف اللقطه كيفاش، هو هذا في هذا، شوف طرنطان، هذا في هذا، 4 مضروبه في 4 مضروبه في 3 اللي هي 12، تنشد اكس وتنشد 3 تنقص منها درجه تعطيك هي جوج، يعني الامر واضح. متفقين؟ نجي عاوتاني هنا مثلا 5 اكس او كاري، مباشرة 5 في 2 اللي هي 10، فاش في إكس وهذا نقص منه درجة يعطينا هو واحد، يعني لا داعي باش ندير واحد هنا. نعطو شي مثال آخر، مثلا نعطو مثلا جذر 3 إكس أس 7 بريم، ماذا تساوي؟ غتعطينا هي 7 في جذر 3، يعني غتعطينا هي 7 جذر 3، إكس 7 نقص منها درجة هي شحال؟ هي 6. متفقين؟ يعني متخلعوش من هذا الشيء، يعني الامر بسيط كما شفتوا في الامثله، ومع الخدمه يولي يبان لكم في هذا الشيء باسل بزاف. هادو بالنسبه للاشياء الاساسيه، عرفنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بالنسبة لخمسة أساسيين بزاف ومازال بعد كده، هاد الخمسة هما الأساسيين، يعني واخا تندوزو العمليات هاد الخمسة هما الأساسيين، واخا تكون عارف خاصيتو العمليات وما عارفش هادو طيح اون بان، يعني هادو هما أساسيين بزاف. أما داكشي اللي نجي نعطي أنا دابا فهو تنستخلصو من الخاصيات بصفة عامة. نجي نعطيكم واحد اللقطات هنا،
مثلا الى عندك واحد على اكس، ولكن انا جاي نشرحها، عندك واحد على اكس تخيب، هذه مباشره فما تبان لكم رجعها هي ناقص واحد على اكس او كاد، عرفتين؟ يعني فما تبان لكم واحد على اكس بخيم ترجعوها على شكل ناقص واحد على اكس او كار. الى بان لكم مسيو الجذر، يعني الى عندكم جذر ديال اكس، فهذا مباشره من يبان لكم غتردوه، نمسح هنا نخاف ما يوليش يبان لكم. قلنا من يبان لكم الجذر تاع اكس فساهل، شنو هو التعبير ديالو؟ اللي هو واحد على اثنان جذر اكس. وحنا نعرفوا من جاونا هادو ومن جاونا هادو باستعمال خاصيات بصفه عامه، متفقين؟ يعني غنجي نمسح هنا ونجي نكمل. ندوزو لدابا الشيء المهم الثاني. قلنا المهم الاول هو نكون عارف واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، اه حتى لهنا مزيان، هادو نكون عارفهم، ولكن انا نعطيكم هادو من جاونا بطريقه اللي هي مباشره، يعني هادو بصفه خاصه، غندوزو بصفه عامه. اش خاصك تكون عارف؟ يعني العمليات على الشقه، تيقول لك الا عندك اف زائد جي، مع اف وجي عباره على دوال بخيم. هنا بحال تنفرق هاد البخيم، يعني الا كان عندك الزائد او الناقص بصفه عامه، هاد البخيم بحال تنفرقو، كتولي اف بخيم زائد او ناقص جي بخيم، يعني في الزائد او في الناقص. نعطي شي مثال باش بان الامور واضح. مثلا ناخذ مثلا اكس زائد 3 بخيم، ماذا تساوي؟ راه بحال نشد اكس ونفرقو عليه، متولي اكس بخيم زائد 3 بخيم. اكس بخيم هو شحال؟ يعني علاش قلت لكم خصكم تكونوا عارفين اكس بخيم هو شحال؟ هو واحد زائد شق تاع عدد هو زيرو، وبالتالي هاد النتيجة عطينا الشقق ديالها عطينا واحد، متفقين؟ بالنسبة للزائد ولا بالنسبة للناقص، ولكن ضروري نعاود نأكد بأن هادو خصكم تكونوا ضابطين. أراك دابا مشو للضرب، إلا عندك اف و جي، مع العلم أن اف و جي عبارة على دوال بصفة عامة، هادي اش تعطينا؟ تعطينا هي اف في جي زائد اف في جي. غير هنا حسن من هاد، غير هنا تنشد اف الاول يعني التعبير الاول تندير ليه الشقه، وتمشد التعبير الاخر تندير ليه الشقه، بينما التعابير تكون حدا زائد مثلا نخليهم ترونكيل كما هو، متفقين؟ نجيو دابا درنا الضرب، ندير القسمه دابا اف على جي، عقلوا على الضرب زائد، وبالنسبه للقسمه تتكون القسمه ولكن الفوق تيكون ناقص، يعني ندير كسر ونشد بحال هادشي اللي درتونا، نديرو كوبي كولي اف في جي، ولكن الزائد نحولها ناقص، تولي اف في جي، والمقام نحتفظ بالجي، ها باش تعرفو شنو هما التأثيرات اللي تيكون. بالنسبة للفوق راه تندير لي نفس اللعيبة تاع الضرب، يعني تندير الأول الشقة والأخر الشقة، ولكن الإضافة اللي تتكون هنا هو أن داكشي اللي في المقام ترفعو أو كاري، مفهوم؟ درنا الجمع والطرح، درنا الضرب، درنا القسمة، نمشيو للقوى. إلا عندنا اف أس ان، عرفتين؟ اش تساوي لي هادي؟ تتساوي لي هي الشق ديالها، تنشد هاديك الأس تنزلو للأرض، هي أصلا هادي هي اللي عطاتني هادي، متفقين؟ أن تنشد عاوتاني إف، تندير لي بخيم، يعني تنشد هاد الدالة بوحدها وتندير لها بخيم، و تنضربها في إف أس أن ناقص واحد، متفقين؟ وكذلك بالنسبة إلى عندك واحد العدد، يعني الى عندك فيلو كاملين ثوابت تنخرجهم على برا، دائما نذكر، يعني مثلا تكون عندي مثلا 6 هنا، 6 نخرج على برا، عندك 6 هنا خرج على برا، عندك 6 هنا خرج على برا، لانني ديجا قلت انا دائما الثوابت اللي تكون عندي في الضرب ضرب تنخرجهم على برا. درنا اسيادنا، درنا الجمع والطرح، الضرب، القسمه، القوى، اش باقي خاصنا؟ باقي خاصنا المقلوب، متفقين؟ المقلوب يعني انا نديرها بصفة عامة، يعني نديرها بصفة عامة، غندير ا مع العلم انا نكتب اللعيبة هنا على اف دالة بخيم، ا بصفة عامة، ا ينتمي الى اغ ولكن نجمة، متفقين؟ الى اغ نجمة باش ما يكونش هنا الزيرو، لان زيرو على اي حاجه اي تعبير تعطينا الزيرو، متفقين؟ اش تعطينا هاد الشقه؟ اش تعطينا؟ تعطينا سيادنا تندخل على واحد الناقص، هي الاضافات المهمه نديرهم انا بلا مغايرات، ها هي الناقص،
وتنشد تنحط أ. هاد أ كما كانت حطها، كانت موجبة جي حطها موجبة، كانت سالبة حطها سالبة. غير هاد أ إلا كانت موجبة تقلب الإشارة تاعنا هاد الناقص، هاد أ إلا كان سالب فالإشارة تاعو تبدل مع هاد الناقص اللي كاينة هنا. ها حداري مع هاد الناقص فاش تنضربها؟ تنضربها في إف بخيم، تنشد داك الشيء اللي في المقام وتندير ليه بخيم، وتنشد المقام وترفع أوكاري أوكاري. هادي من جاتني هادي تافقين جنطبقها، ولكن قبل نجي نشرح لكم هاد اللقطة ديال هادي هي اللي عطاتني هادي. عندي إكس أس إل بخيم، أش نطبقو على لأن إكس عبارة على دالة متفقة لأنها قصور تاع دالة، أش نطبق على هاد الخاصية؟ شناهو اللي عندك أنا أس إن؟ ها هو أس، شناهو اللي عندي في الأس؟ هو إن. فاش نضربو في إكس ولكن بخيم، يعني في هاديك الدالة بخيم، فاش إكس أس إن ناقص واحد، هي إن الشق تاع إكس، الشق تاع إكس هو شحال؟ هو واحد، يعني هنا يبقى عندك واحد، أي مضروبة في واحد تبقى عندي هي إن في إكس أس إن ناقص واحد. شتو هادي من جاتني؟ جاتني من هنا، يعني بصفة عامة خصني نكون عارف هادو، زائد نكون عارف هادو باش يسهلوا ليا الخدمة، خصني نكون عارف كلشي باش نهني الوقت، شتي مع الخدمة، الخدمة تولي بان ساهل. اجا نطبقو نبينو بان الخاصية هي اللي عطاتنا هذا، ها هو اي ينتمي الى ار، عبارة على عدد كاينة ولا مكايناش كاينة بطبيعة الحال، هي واحد على اكس بخيم. اش تقول لي القاعدة؟ ناقص هاي فين هي، اشحال عندي هو واحد، نخليها هو واحد، تنشد داكشي اللي في المقام، شنو هو داكشي اللي في المقام؟ هو اكس، ها هو عندي اكس ندير ليه بخيم، على اكس اوكا. عندك شق تاع اكس هو شحال؟ هو واحد، واحد مضروب في ناقص واحد تعطيك هي ناقص واحد على اكس اوكار. شو من اين لنا هذا؟ هادي عطاتنا هذا، كاينه ولا كاينش، ولكن نستعمل هادي بصفه عامه. راك دابا فراجي ندوزو لميسيو الجدر، الجدر اش يقول لي؟ الجدر من اين، من اي رتبه، يعني الجدر من رتبه ان، اش يقول لنا؟ تقول لك الى عندك الجدر من رتبة ان، يعني سواء من الجدر عادي اللي هو هذا، سواء جدر من رتبة ثلاثة من ربعة ربعة خمسة ستة، وحنا غادي المهم اي جدر تحط نديرو له اشتقاق بسم الله ما عندناش مشكل. اف هادي ما شنو هي الديريفي ديالها ولا شنو هو الاشتقاق ديالها؟ سهلة، تنديرو واحد الكسر وتنشدو الفوق من داخل الجدر، ها هو من داخل الجدر تندير ليه بخيم متافقين، وتنشد في المقام تنشد ان، هاهي ان فاش ان هو هذا الجدر، كان عندك جوج دير جوج، عندك الجدر عالي دير جوج، عندك ثلاثة جدر ثلاثة، عندك ربعة دير ربعة، فاش في الجدر من رتبة من رتبة ان بصفة عامة ديال اش؟ ديال اف، ولكن لاحظوا معايا الكل اس ان ناقص واحد، الكل اس ان ناقص واحد. نجو نشوفو واش بصح هاد القضية، واش تعطينا هاد القضية، فنجو نطبقو ونشوفو القضية كيفاش. عندنا سيادنا جدر من رتبة إكس، عندي لي ديريفي ونطبق عليه هاد الخاصية، تقول لي داكشي لي كاين من داخل الجدر نحطو الفوق وندير ليه اشتقاق، هو إكس بخيم. تقول لي نشد الرتبة، شناهي الرتبة اللي عندينا؟ بما أنه ما بيناش في الرتبة تاع الجدر تبدا من جوج، من جوج يعني هي جوج، فاش فالجدر من رتبة إكس ديال اش؟ الكل أوش جوج ناقص واحد، إن ناقص واحد، جوج ناقص واحد، هاهي. بصح باش تبان لكم أمور واضحة، هادشي بحال تنبرر ليكم على دوك النتائج باش تو تفيكسي ليكم هاد القضية في راسكم. الشق تاع إكس هو واحد، جوج تبقى ليا ترونكيل، شو لاحظتوا معايا؟ جوج نقص منها واحد، هي واحد، غيبقى عندك جدر إكس أس واحد اللي هو جدر إكس. واش مفهوم هادي؟ هادي راه صافي شرحتها، هادي علاش درتها أنا. شامين جاتنا؟ جاتنا هذه بصفة عامة. زائد بقى لينا الشقاق ديال القوس والسينيس، فنحاول نمسح شي بلاصة باش نقول لكم الشق تاع القوس والسينيس، فنظن بأن البلاصة تكون واضحة، فنمسح غير واحد شوية ونرجع لكم. ندوزو دابا باش نشرح لكم شناهو الاشتقاق ديال الدول المثلثيه بصفه خاصه، من بصفه عامه نقدروا نطلعوا في داش الاشتقاق، اولا ملي نتصادف معاه في صوره مجال، اصلا ما نتصادفوش معاه بزاف في صوره مجال،
غنتصادفوا معاه بزاف في درس الاشتقاق وتطبيقاته باش نفهموها مزيان. عندنا السيدنا مسيو السين، السين دو اكس، فمزيان الشقق تاعو هو الكوس، كوس دو اكس، ما عندناش معاه مشكل. بريم السين بريم تعطينا الكوس، الاشتقاق ديال الكوس دو اكس بريم تعطينا هو موان سين، يعني ناقص سينيس دو اكس، ناقص سينيس ديال اكس قلنا. متفقين؟ دابا ندوزو للطونجونك، طونون حرور شناهو الاشتقاق ديالو. فالطونجونك دو اكس شناهو الاشتقاق ديالو؟ الاشتقاق ديالو هو واحد زائد طونجونك او كاري دو اكس، اللي كيساوي ليا ايضا هو واحد على الكوس او كاري ديال اكس. متفقين؟ او كاري لقيتو هنا ولا هذا لقيتو هنا راه بحال بحال، متفقين؟ يعني ما تخلطوش الامور تقول لك لا علاش خاص دير او كاري، لان القضيه معروفه في السين كان هنا اولا كان او كاري، يعني الاس كان هنا او كان هنا، ما كاينش مشكل. يعني اشتقت الطونجون تساوي لي جوج تعابير، عندي حريه الاختيار يا اما هذا يا اما هذا. بالنسبه للشق تاع السينيس راه هو الكوسينيس، بالنسبه للشق تاع الكوسينيس راه هو ناقص السين. متفقين؟ هذا ما كان بالنسبه لهاد الفيديو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا اولا شويه فهمتوا شنو هو معنى الاشتقاق. يعني كاينين شي حوايج ما عطيتش فيهم امثله، مثلا بحال هادي بحال هادي، هادي راه غير برهنت عليها، هادي هي برهنت عليها، هادي برهنت عليها باستعمال داكشي اللي عندنا. ولكن في الفقره ديال صوره مجال فضروري نتصادفوا مع هادشي بزاف، يعني تفهموا لي بليله يطري لكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي هو يكون عباره على تمارين تاع نشرح صوره مجال وندير فيه تمارين. نتلاقاو في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.